صباح الخير من فيت بيت. مثل العادة بنكون محضرين ورك اوت سريع تقدروا تشتغلوا من البيت بطريقة كتير هينة. اليوم رح نشتغل على عضلة الصدر وعضلة المعدة. كتير مهم أن نكون عاملين بلان للورك اوت ونعرف على شو بدنا نشتغل لنقدر نركز، ونكون هيك حاطين بلان صغيرة إذا بدكم قبل ما نبلش. رح نكون عم نشتغل 2 exercises للتشست، 2 exercises للمعدة، ورح نعيد كل exercise لثلاثة sets. رح بلش بالتمرين الأول. رح كون عم بستعمل دمبلز، انتو فيكن تكونوا عم تستعملوا أناني ماي إذا بدكن. نقيم على ظهري بهالشكل، بطلع بالدمبلز فوق التشست، ببرم كواعي بهالشكل، بنزل وبدي اتخيل حالي عم بتفش لفوق. تشست بريس، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، بعد مرتين، آخر مرة. حط الدمبلز، انتقل مثل ما خبرتكم لنشتغل اكسرسايز معدة. رح كون عم بشتغل بلانك اند تاب، تاب بإجري، بعد مرتين، وآخر مرة. هلأ صار وقت البريك، يعني بين كل 2 exercises exercise chest exercise معدة. رح ناخد بريك 30 ثانية ونرجع نعيد الجولة مرة تانية. طبعاً رح أرجع أخد الوضعية الأولى، بحضر حالي. للعادة دايما ايدي مسكين دمبلز مزبوط، بطلع فوق التشست، ببرم. دايما الحركة بدها تكون طبيعية، يعني ما تفكروا كتير فيها اذا صح او غلط. نحن بالتشست معودين نتفش، فبنحس هيدا الاحساس وبنطلع براس. اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، بعد اثنين، مرة، اثنين. دمبلز على الأرض. تمرين المعدة كومبينيشن مثل ما اتفقنا. تاب، بعد مرتين، وآخر مرة. Roll the shoulders. Shake the arms. أكيد أنتو فيكن تكونوا عم بتكملوا لجولة ثالثة. أنا رح أنتقل للتمرينين اللي وراهن. رح يكون مثل ما اتفقنا one exercise chest والثاني معدة. رح كون عم بشتغل ب 1 دمبل هالمرة. هيدا الاكسرسايز كمان بشغل المعدة. بول اوفر، رح كون كمان عم بطلع من فوق التشست، رح انزل. بدي جرب اعمل بول، بدي اسحب الدمبل اللي عندي مثل ما شايفين. كتير حركة طبيعية، ما تعقدوها. تخيلوا شي تحت وعم تسحبوا لفوق، الظهر ثابت، الرقبة مرتاحة. سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، بعد مرتين، مرة، آخر مرة، اثنين. تمرين المعدة الثاني. رح كون عم نشتغل sit ups. get ready. حاولوا شوي
تقربوا كتفكم شوي لتساعدوا حالكم تطلعوا لفوق. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة بعد مرتين وآخر مرة لفوق بريك نفس آخر جولة عنا نرتاح شوي 30 ثانية get ready نفس التمرين ما تخافوا من تمارين الأوزان تمارين الأوزان كتير مفيدة لنقوي عضلاتنا وبنفس الوقت تمارين الأوزان هي مأخوذة من التمارين الطبيعية اللي نحن بنعملهم ونحن بحاجة لقوة فيهم مثل ما شفتوا عم بشتغل بهيدا التقل اللي مسكته لورا وعم بسحبه عم قوي ايدي عم قوي التشست الصدر بهالطريقة ثلاثة خمسة ستة سبعة ثمانية بعد مرتين مرة وآخر ست لليوم get ready sit ups كتافي بقربون معدتي مشدودة كور قوي عم بطلع بقوة معدتي الرقبة ما تحط عليها تنشن كتير نطلع reach up اثنين ثلاثة أربعة ستة بعد مرتين مرة اثنين يعني عملنا تو موز لكل عضلة واشتغلنا تقريبا تو سيتس فيكن كمان تكملوا انتو بعد جولتين هيك بتكونوا كملتوا عشر دقايق مرنتوا عن جد عضلة الصدر وعضلة المعدة بطريقة كتير مفيدة بتمنى لكم نهار كله إيجابية stay active قد ما فيكن وبشوفكم بتمارين جديدة بكره